بداية نشكركم أنتم اللي راكم حاضرين معنا لتغطية هذا الحادث بمناسبة هذا الشهر الكريم. أهني الشعب الجزائري ونقول لهم صيام مقبول بالأجر والثواب. برك فيما يخص العائلات، عندنا 55 عائلة اللي قامت بهم بلدية عين طايا، وكل نشكر كل الذين ساهموا من قريب ومن بعيد لينجح هذا الحفل. Comme chaque année, nous accueillons les familles des familles démunies. Nous remercions aussi Dr Dick, Dr Khalfi et d'autres médecins aussi qui chaque année, comme chaque année, nous aident dans notre mission. نشكر رئيس بلدية عين طايا وجميع المسؤولين اللي معاه، وماذا بنا كل عام يديرون هذه المبادرات. هي عادة تعود تليها بلدية عين طايا كل مناسبة في شهر رمضان العظيم، أنه نقوم بعملية اختتان الجماعي للأطفال المعوزين، وتتوج بحفل في ليلة 27. هي عادة إن شاء الله نتمنوا باش ما تزولش. كما نشكر كل من ساهم، سواء الطواقم الطبية، المساهمين، صاحب قاعة حفلات، رئيس المجلس الشعبي البلدي أيضا الذي